ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحم الله الشيخ النمر، فقد كان مصداقا جليا وواضحا للذين صدقوا العهد مع الله سبحانه وتعالى. الصدق عندما يكون مع الله سبحانه وتعالى صدق العهد. أي عهد أخذه هذا الرجل على نفسه؟ هناك عهدان، عهد شخصي فردي يعاهده الإنسان مع الآخرين، وهناك عهد نوعي. هذا العهد النوعي هو لفئة، لشريحة، لنوع من الناس. لذلك نحن نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يتحدث عن العلماء ومسؤولية العلماء يقول: وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. فهذا عهد ومسؤولية تقع على العلماء، نوع العلماء وليس أفراد العلماء. هذا العهد الذي انبر الشيخ النمر رضوان الله تعالى عليه لأن يصدق به مع الله سبحانه وتعالى، مع علمه بهذه الكلفة الباهظة والكبيرة بأنه يجابه أكبر وأعتى طغاة العصر في هذا الزمان، قبيلة بدوية متوحشة لا تعرف الرحمة ولا تعرف الله سبحانه وتعالى، متعصبة لدرجة أنها تتجرأ على قتل حجاج بيت الله الحرام، وتتجرأ على إبادة شعب عن بكرة أبيه كما تفعل في اليمن، وتدخل الجيوش لتقتل المتظاهرين السلميين كما حصل في البحرين. ومع ذلك كله يخرج النمر رضوان الله تعالى عليه ليصدح بكلمة الحق في وجه سلطان جائر، وقد كان الصادق في قوله والصادق في فعله. كثير منا يرفع الشعارات، وهذه الكلمة التي هي في خلفي كلمة رنانة في الأذون، ولكن هذه الكلمة لا يكون لها معنى إن لم تتجسد على الأرض حياة ومشروعا وواقعا. هذه الكلمة مقتبسة من كلمة الإمام الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. مقتبسة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول: الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. هذه القيم قيم جميلة ولكنها صعبة جدا. من السهل أن نرفع الشعارات، من السهل أن ننادي بهذه الكلمات، ولكن من الصعب أن نصدق هذه الكلمات بأفعال حتى تؤدي بنا إلى الشهادة وأعتاب القبر. الشيخ النمر رضوان الله تعالى عليه منذ انطلاقته في أول اعتراضه قال: لا أريد أن يدافع عني أحد، أنا أريد أن أصدح بكلمة الحق ولا أطالبكم بشيء تجاهي. الأمة التي ذكرها الشيخ النمر في مقالته معشوقتي جاء للأمة مستسلمة، منهارة، منهزمة، تعيش في سبات. لذلك كان يرى الشيخ النمر أنها بحاجة إلى صرخة، صرخة مدوية، بحاجة إلى دماء
من أجل أن توقظها فقدم نفسه رخيصة، رخيصة، راضي، مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، بل يتقدم للشهادة بكل إقدام وبكل شجاعة وبكل جرأة وبكل محبة وبكل شوق وبكل لهفة. لم يكن يتردد، لم يكن يتردد. كان بإمكان الشيخ النمر أن يختبئ، وكان بإمكانه أن يمشي مع حماية، ولا يستطيعون أن يعتقلوا هؤلاء الجبناء، ولكنه رفض كل ذلك. كان يذهب ويعود وحيدا في سيارته. لذلك الشيخ النمر لم يعد فردا، بل تحول إلى قضية، وتحول إلى مدرسة، مدرسة لكل الحسينيين. أنا حينما أود أن أتحدث عن الشيخ النمر أحتار في ماذا أتكلم حقيقة. هذا الرجل الذي طلق الدنيا ورماها خلف ظهره وسار عارفا طريقه، يعرف عدوه ويعرف طريقه، يعرف عدوه لا يرحم، ويعرف طريقه الشهادة، ومع ذلك يقدم ويسير بكل لهفة وشوق. اليوم الشيخ النمر رضوان الله تعالى عليه أصبح مشعلا وضاء، أصبح قدوة، أصبح مدرسة، أصبح راية. علينا أن نحمل هذه الراية، علينا أن نحيي هذا الفكر، علينا أن نحيي هذه المدرسة، أن نتعلم منها ونعلم الأجيال. لا زالت رسالة الشيخ النمر لم تتحقق على الأرض. هناك إرادتان تتصارعان على الأرض، إرادة آل سعود الذين أعدموا الشيخ النمر ظلما وعدوانا وأخفوا قبره لكي لا يكون له ذكر، وهناك إرادة أخرى. إرادة الشيخ النمر هي في فكره وفي صرخاته وفي رسالته وفي مبادئه التي أعلنها. نحن اليوم مسؤولون أن نتحمل هذه المسؤولية، أن نحمي وأن نواصل مشروع الشهيد النمر، وأن نرفع رسالته بيرقا، وأن نواصل الطريق الذي سار عليه الشهيد النمر. الشهيد النمر وقافلة الشهداء في الحجاز وفي البحرين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، لأن النمر ليس محصورا بقطعة جغرافية. أنا فرحت عندما وجدت مؤسسة الشهيد النمر العالمية، لأن النمر ينبغي أن لا يحصر ببقعة جغرافية. النمر الآن أصبح على مستوى الأرض، كل الأحرار في الأرض، المسلمون وغير المسلمون، يجب أن يعتنقوا هذا الفكر، الفكر التواق للحرية، للعزة، للكرامة. لذلك نحن اليوم في كل أصقاع الأرض مطالبون أن نحيي هذا الفكر، ونحيي هذه الرجالات وذكر هذه الرجالات، لأن هؤلاء هم قدوة وأسوة للأجيال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر الشهيد النمر مع الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين، وأن يشفع فينا، ينالنا الله سبحانه وتعالى، ينيلنا من شفاعة الشيخ النمر رضوان الله تعالى عليه، وأن يحقق إرادة الشيخ النمر بإزالة هؤلاء الطغاة المجرمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخوتنا في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي البحرين وفي كل بقاع الأرض، وأن ينصر المظلومين، وأن يفرج عن الأسرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا بشهادة في سبيله، وأن يوفقنا لطاعته، وأن نكون من الرافعين لرايته والناصرين لدينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.